عاش. الله يحفظك حكيمي، الله يحفظك ابونا، حنا فرحتونا، الله يفرحكم، وحنا واقفين معكم في جميع المقابلات ان شاء الله، والله يعطيكم صحيحتكم. وها ديالك، ها ديالك ابونا، ها ديالك وحكيمي وزياش وكامل الدراري. السلام عليكم. صراحة ما باقي ما متيقش راسي، باقي كنحاول نستوعب أن هذا الشيء اللي واقع. صراحة ما متيقش راسي، باقي كنقول لك ما غاديش نفيق. الحمد لله هذا الانتصار رجع لنا الروح، والحمد لله نتمناو ليه الكاس، يعني الكاس ديال المغرب إن شاء الله. وشكرا لكم، وشكرا للجمهور المغربي كاملين، خصوصا الناس اللي كاينين معنا ولا الناس اللي كيشجعوا على التلفازة. صراحة شي حاجة واعرة واعرة، قلت يا ربي ما نفيقش، يا ربي ما نفيقش، يعني نبقى في هذا الحلم ديما. ونتمنى الله ان شاء الله الاسود الاطلس نتمناو لهم التوفيق، وان شاء الله غنجيبوها الاولاد، ان شاء الله غنجيبوها الاولاد. بصحتنا اليوم الدراري، بصحتنا، وان شاء الله النصف ان شاء الله. فرنسا مشات، مشات فرنسا. السلام عليكم. طفا 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 سليمة. فيليسيتاسيون بور لي ماروكون، رحنا هنا في مدينه اكادير، رانا فرحانين بزاف، وكنهديو هاد، كنشكروا بعدا اللاعبين والطاقم التقني وبما فيهم السيد رئيس الجامعه القجاع على الظروف المواتيه ديال اللي خلى المنتخب تعطينا هذه النتيجه هذه ان شاء الله، ورحنا فرحانين بزاف هنا. فوالا دونك كنتمنوا لهم خير ان شاء الله في قادم، يعني في النصف النهائي ان شاء الله، باش انهم يطلعوا لنا النهائي ان شاء الله، ويشرفونا ويفرحوا الشعب المغربي، وخصوصا ساكنه مدينه اكادير وجهه سوس بصفه عامه. شكرا لكم. الحمد لله، الحمد لله، اليوم فرحنا بزاف، فرحونا السبوعة، الحمد لله. كنشكر وليد الركراكي، وكنشكر اللاعبين كاملين على الاداء ديالهم الرجولي، والحمد لله اول فريق عربي وافريقي كيوصل لنصف نهائي ديال كاس العالم، هذا انجاز كبير بزاف، والحمد لله كنحمد الله ونشكره على هذا الانجاز اللي فرح المغاربه وفرح الملك ديالنا، الحمد لله. الله اكبر. السلام عليكم. كنشكروا السي الركراكي، وكنشكر المنتخب، وبرافو برافو برافو، مبروك علينا. وكنهديو لصاحب الجلاله الله ينصرو، وديما مغرب، فيف لو ماروك. السلام عليكم. حنا فرح جد سعداء بهذا الانتصار ديال المنتخب الوطني على المنتخب البرتغالي. بغينا نشكروا وليد الركراكي على هذه القتاليه اللي خلق في الدراري، وبغينا نشكروا كاع اللعابه على القتاليه اللي بينوا لنا، وفعلا كيستحقوا التاهل. وكنشكروا وليد اللي بين العالم بلي انه ما بقاتش تكنيك، ما بقاتش الكره انها كتبغي تلعبها، بغات النتيجه. وتنشكروا وليد، وديما نديروا النيه، وان شاء الله راه غادي نطلعوا النهايه وغادي نديروا البطوله، وديما مغرب. شكرا لكم. كنشكروا المنتخب الوطني على هذا الفوز اللي عطانا، وكنشكروا نصيري، وديما مغرب، ديما مغرب، فينا ان شاء الله. برافو الاولاد، كاس ديال هاد البلاد ان شاء الله. تحيه الناس اللي كيوين، وناس الجاليه، وناس المغرب، وناس العالم كامل، خاطر كاع وكاع. ديما مغرب، ديما مغرب. السلام عليكم ورحمه الله. فرحانين بهذا المنتخب هذا اللي فرحنا، غنكبروا ان شاء الله، ونعاودوا لوليداتنا بعد الافراح ان شاء الله. وشكرا للمنتخب، وشكرا بزاف للامي. سبحان الله، كاع ديما مغرب، كاع دوك اللي بحال 2018 رجعنا لهم دابا تواصل الحسابات صافي. ديما مغرب، دبروا على هذا الكاس ديال هذا اللاعب، خصونا في 2018 احنا رجعنا لهم التعادل. كنوجه كلمه لكاع المغاربه، ديما رابحين، وديما المغرب حتى الموت البلباله، البلباله قطعت في الله يدير الخير، سالينا الحفله قطعت في. شكرا، الله يحفظك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناه ريمال تي في.